طيب، يعطيكم العافية يا جماعة مرة تانية. قبل البريك كنا نحكي عن الأمينو أسيد، عرفنا شو شكله، كيف ترتيب الذرات وارتباطهم أنا عندي بالألفا كاربون، وعرفنا أنه الأمينو أسيد الأحماض الأمينية هي عبارة عن وحدة البناء الأساسية للبروتينز. طيب، وبعدين بلشنا حكينا عندي على مجموعة رقم واحد في الأحماض الأمينية، لما حكينا عن اللي هي النون بولر منها، وعرفنا شو شكل الآر جروب. عرفنا إنه الآر جروب هي السايد تشين، هي اللي بتعطيني ميزات وبتخلي الحمض الأميني أول يختلف عن الحمض الأميني الثاني إلى آخره. طيب، عرفنا بعدين بالأخير شو الفرق بين البولر والنون بولر، وعرفنا لما أحكي بولر أول إشي لازم يخطر على بالي إشي إنه بيشبه المي بطبيعته، النون بولر إشي بيشبه الزيت بطبيعته، طبيعة تركيب أو تكوين اللي هو الذري تبع هذا المركب. طيب، فنيجي أنا عندي على كل هذه اللي هي الأمينو أسيد أو الأمينو أسيد اللي أخذناها، ونشوف هل هي فعلا بولر ولا نان بولر، أو هل هي ليش فعلا نان بولر. طيب، حكينا الجلايسين أنا عندي بحسب على هيدروجين، حكينا كربون أو هيدروجين هم نان بولر، حكينا لازم يكون عندي أكسجين، نيتروجين، سلفر أو فوسفور، على أساس إنه بعدين أفكر أو أشوف حسب عدد الذرات والتكوين هل ممكن أعطيها خاصية اللي هي بولر ولا نان بولر. فبشوف هيدروجين نون بولر لحد هلا، الألانين، الفالين، اللوسين، الأيزولوسين كلاتهم بيحتوي عندي على كربون وهيدروجين فهم نون بولر. طيب، الفينيل ألانين نفس الإشي، والبرولين نفس الإشي. بالنسبة للتريبتوفان والميثونين عندي السلفر في الميثونين وأنا عندي نيتروجين في التريبتوفان، لكن شو الفكرة؟ مو أول ما أشوف هاي الذرة رح أروح مباشرة أحكي هي بولر، حكينا الفكرة بالخصائص مين اللي بيعطي خاصيته بتأثير أقوى، فبشوف حسب عدد الذرات. بالنسبة للميثونين أنا عندي 3 كربون في الآر جروب وعندي 1 سلفر، بيحكي لي حسب اللي هو الإشي هاد السلفر طريقة سحبها عندي للإلكترونات ما رح تكون طاغية إنها تعطي اللي هي قطبين أو تفصل توزيع الكثافة الإلكترونية، فعشان هيك لأنه أنا عندي 3 كربون و1 سلفر فالتوتال أنا عندي الإشي الكامل بتكون الخاصية هي نون بولر، فلأنه 1 سلفر و3 كربون فالكربون عددهم أكبر، صفتهم اللي هي النون بولر بتطغى عندي على صفة اللي هي السلفر اللي هي البولر. فبالتالي الميثونين هو فياته سلفر لكنه بصنفه نون بولر، تقدروا تعتبروه كاستثناء وتحطوا عليه اللي هو إشارة إنه هو مع إنه بيحتوي على سلفر لكنه هو نون بولر. طيب، بالنسبة للتريبتوفان نفس الإشي، عندي عدد هائل من الكربون مقارن مع وحدة نيتروجين، فبالتالي نفس الفكرة رح يصنفوا أو رح نصنفه إنه هو عندي نان بولر. فبالتالي هاي هي الأحماض الأمينية اللي أنا بعتبرها اللي هي إيش؟ غير قطبية. طيب، الخصائص يا جماعة على أي أساس حكينا بنعطيها؟ على أساس الآر جروب، لأنه حكينا الجزء العلوي هاد اللي هو كربون هيدروجين أمين وكاربوكسيل كلياتها ثابتة بكل الأحماض الأمينية رح تكون عندي موجودة، فهي ما رح تساهم في إنها تعطيني صفة مميزة لهذا المركب. مين اللي بيعطيني الصفة المميزة حكينا؟ الآر جروب أو السايد تشين سميناها، اللي هم عندي هذولا مظللين عندي بلون آخر. طيب، فهذا أول بارت عندي من الأحماض الأمينية اللي هي نون بولر. لو بتلاحظوا أوريدي هو كاتب لي it's non polar side chains، يعني بحكي لي على الآر جروب وخصائصها. ننتقل عندي للجزء الثاني اللي هو بصنف لي اياهم انها بولر سايد تشين. شو يعني بولر حكينا؟ يعني قطبي، يعني بشبه المي، يعني عندي عدد ذرات معينة بيكون انا عندي موجود. فبنشوف عندي اول واحد اللي هو السيرين. السيرين يميز انه بيحتوي عندي على CH2، بعدين عندي OH فياته اكسجين مرتبطة كده عندي بهيدروجين، حكينا الأكسجين عشان يستقر بيرتبط عندي برابطتين، الرابطة الأولى اللي هي مكونها مع الكربون هون، والرابطة الثانية اللي مكونها عندي مع الهيدروجين. الفكرة وجود الأكسجين عندي هون بيعطي خاصية اللي هي الإيش؟ البولاريتي، وخصوصا إذا كانت الذرات اللي ذكرناها أكسجين، سلفر، نيتروجين، فوسفور، إذا كانت عندي خصوصا على الطرف قوة السحب لإلها بتكون أقوى. ليش؟ لأنها بتسحب وما في عندها إشي تاني يغطي عليها من الطرف الثاني. يعني مثلا هون السلفر كان في عندها، كانت عندي بالوسط، كان في عندي هون كاربون وهون كاربون، فكأنهم بغطوا عندي على قدرتها عندي على السحب. الفكرة أنتم بإمكانكم اللي هم تحفظوها حفظ، لكن أنا عم بحاول أحكي لكم تفصيل على أساس إنه إيش يسهل عليكم اللي هو الحفظ فقط.
الفكرة السيرين بحتوي عندي على CH2OH، الثريونين رح يحتوي عندي على CH مرتبطة بـ OH بطرف مرتبطة بالتاني بـ CH3. كاني عم بحكي لكم نفس السيرين لكن ضفت عليه CH3 زيادة، اسمه ثريونين، كمان هو بولر عندي. نيجي على السستين، السستين بيشبه السيرين لو بتلاحظوا، لكن بدل الـ OH إيش عندي؟ عندي SH اللي هو السلفر بدل الأكسجين، لكن CH2 CH2 OH بصير عندي اسمه سيرين، SH بيكون أنا عندي اسمه سيستين. وهذا الحمض الأمين كثير مهم، رح يتكرر معنا كثير لقدام وجوده، وبكون أنا عندي روابط أساسية بنسميها اللي هي السلفر سلفر البريدج إلى آخره، فمهم تكونوا عارفينه. حتى لو خلصنا هذه المادة ضل في بالكم السيستين اللي هو بالآر جروب تبعته اللي بتحتوي عندي على الأس اتش هو بولر. طب التايروسين أنا عندي، التايروسين لو بتلاحظوا CH2 وعندي حلقة البنزين وبعدين عليها OH، بيشبه أي حمض أميني ذكرناه قبل شوي، بيشبه عندي حمض الفينيل ألانين. الحمض الأميني هذا فينيل ألانين CH2 حلقة بنزين، تايروسين CH2 حلقة بنزين، وعلى الطرف فيها إيش؟ فيها OH. بحكي لي قوة الـ OH عندي في السحب تعتبر عالية لأنها عندي هون على الطرف، فبصنفها إن هي عندي بولر. فالتايروسين كان عم بحكي فينيل ألانين ضفت عليه OH، تحول أنا عندي بطل فين الألنين البولر، صار عندي اسمه تايروسين وصار عندي بولر. طب الأسبارجين، الأسبارجين هو عبارة عن CH2 كاربون متصلة برابطة ثنائية 1-2 مع أكسجين وبعدين عليها NH2، هذا هو الأسبارجين. طب الأسبارجين أنا عندي وعندي هون إشي تاني اسمه اللي هو الجلوتامين، شو الفرق بينهم؟ CH2 CH2 أو خلينا نحكي هيك، CH2 هي CH2 هون، C double bond oxygen C double bond O، NH2 NH2، شو الفرق بينهم؟ موجود عندي CH2 زيادة عندي في الجلوتامين. طب إذا الجلوتامين أو الأسبارجين بيشبهوا بعض، حاولوا اربطوا اللي هي الأحماض الأمينية مع بعضهم البعض عشان يسهل عليكم في الحفظ. فالأسبارجين الجلوتامين شو اللي بيفرق بينهم؟ موجود عندي CH2 زيادة عندي في الجلوتامين. تايروسين مثلا كان بيشبه الفينيل الانين لكن عليه او اتش، فتحول صار عندي بولر بالمقابل الفينيل الانين كان عندي نان بولر. السستين والسيرين بيشبهوا بعض، واحد فيه سلفر والتاني فياته عندي اللي هو او اتش. الفكرة كل الاحماض الامينية اللي ذكرناها عندي هون، كل الامينو اسيد هدول بولر بسبب وجود اكسجين سلفر نيتروجين عندي في اللي هي السايد جروب او السايد تشين عندي اللي هي الار جروب اللي عندي. هدول يا جماعة كمان للحفظ، لو قلت لكم مثلا السيستين هو بولر ولا نون بولر أمينو أسيد لازم تعرفوا إنه هو بولر، سواء جبت لكم الصورة تبعته أو جبت لكم اللي هو الاسم، لا تنسوا الاختصار اللي هو من 3 أحرف كمان مهم تكونوا عارفينه. فلحد هلأ نون بولر بولر. طيب ننتقل هلأ عندي على أحماض أمينية بصنفها إنه هي مشحونة بشحنات سواء موجبة أو سالبة، فبصنف لي اللي هي الالكتريكالي تشارج سايد تشين. طب من هلا الالكتريكالي تشارج سايد تشين اغلبها بيكون انا عندي بصنفه انه هو بولر، لكن امشي عليهم خطوه بخطوه حسب التصنيف. هون الالكتريكالي تشارج ليش تشارج؟ بحكي لي الار جروب نفسها عليها شحنه، نسوي الشحنات اللي هون، هدول الشحنات اللي عندي في الاساس ما بحسبهم لانه طلعوا لحد هلا انا عندي اساسا شحنات موجبه سالبه، حكيت لكم هذا الشيء أساسي كبارت أساسي يعني في الأحماض الأمينية ما بحسبهم، إحنا عم نحكي على خصائص الآري جروب. اللي مشحونة عندي بشحنة سالبة بوصف لي إياها إنها هي أسيدك، إن هي بطبيعتها بتكون عندي تشتغل كدور الحمض. ليش؟ حكينا بالمحاضرة الماضية شو تعريف الحمض والقاعدة، مين اللي كان بصنفه حمض، اللي بيعطي الهيدروجين ولا اللي بيكتسب الهيدروجين؟ للي راجع المحاضرة السابقة بيكتسب مون بيكتسب اللي بيعطي بالأحرى، اللي بيعطي الهيدروجين هو الحمض، يعني H بلس. طيب هو بالأساس ميرفت هو عنده هيدروجين، طالما أنا عندي الشغلة بقدر أعطيها صح وقت ما بدي، فالفكرة لأنه أنا عندي الهيدروجين بالأساس لما أعطيها أنا بكون عبارة عن حمض، بالمقابل القاعدة بتكتسب أنا عندي هذه الهيدروجين. الفكرة طالما أنا عندي هنا الإشارة السالبة معناته الكاربوكس اللي عندي هون ايش عملت؟ فقدت هيدروجين صح؟ حكينا اول ما افقد هيدروجين بعطي اشاره سالبه، لما اكتسب هيدروجين بعطي اشاره موجبه.
طالما أنا عندي إشارة سالبة معناته أنا أعطيت إشي، أنا فقدت هذا الهيدروجين، أعطيت الهيدروجين. وبالتالي أنا دوري إيش؟ دوري حمضي، أنا اشتغلت كحمض بالضبط. فهي الفكرة، عشان هيك بصنف لي إياهم إن هم عندي أسدك. أي شيء مسحوم بالشحنة موجبة عندي هون بصنفه إنه هو بيسك. تقدروا كمان تاخدوها بشكل أسهل تاني، إنه الكاربوكسل، إحنا في بداية المحاضرة إيش حكينا؟ الكاربوكسل جروب شو صنفناها؟ إن هي إيش؟ أسدك صح؟ حكينا هذا شيء ثابت، وحكينا إنه الأمين هي عبارة عن بيسك، وصف لي إياها بيسك أمين جروب وأسدك كاربوكسل جروب. لو باجي أنا عندي هون، عندي هون كاربوكسل صح؟ وعندي هون إيش؟ أمين. أول ما أشوف الأمين بصنف إنه هذه الأحماض الأمينية عندي بيسك، وأول ما أشوف الكاربوكسل رح أصنفها إن هي إيش؟ أسدك. طيب فهيك عندكم صار طريقتين عشان تميزوا شو الفرق بين الأسدك والبيسك أمينو أسد حسب اللي هي الآر جروب اللي عندي هون. طيب بمشي عليهم. الآر جروب عندي CH2 كاربون، وبعدين عندي مرتبطة بربطين اللي هو أكسجين، وعندي اللي هو هون الإيش؟ الأو ماينس. طيب خليكم بسمعي شوي. اوكي عشان يصير الحكي واضح، الكربون انا عندي هون CH2 مرتبطه بكربون دبل بوند اكسجين وO- عندي هون، هذا اسمه اللي هو الاسبارتيت. نيجي على الجلوتاميت. الجلوتاميت شو الفرق بينه وبين الاسبارتيت؟ نفس الاسبارتيت لكن ضفت عليه CH2 هون ثاني، فصار عندي CH2 CH2 COO- هون بدون الهيدروجين الاخيره. الفكره الاسبارتيت الجلوتاميت بيختلفوا عن بعضهم، انه الجلوتاميت فياته ايش؟ CH2 زياده. طب وين أنا شفت هذه الأسماء بشوي أسبارتيت جلوتاميت؟ بالبولر سايد تشين. بالضبط شفتها بالبولر سايد تشين اللي هي كان، لكن شو اسمها؟ أسبارجين جلوتامين. شو الفكرة؟ لو تلاحظوا عندي هون CH2، هيها CH2 كاربون دبل بوند أكسجين، كاربون دبل بوند أكسجين بدل الـ O-. بالضبط شو كان عندي هون؟ نيتروجين اللي هي الأمين، عشان هيك بضيف لي بالاسم الأخير أو المقطع بالتسمية أسبارجين عشان يدل لي إنه أنا عندي كان إيش؟ أمين. أمين بالضبط، عشان هيك بسمي لي إياها أسبارجين. هنا ما عندي هاي الأمين، شو بسمي لي إياها؟ أسبارتيت. فهي فكرة كمان تاني، لا الربط بين أسبارجين الأسبارتيت، هون عندي O minus، هون كانت عندي إيش؟ الأمين. نفس الإشي جلوتامين معناته عندي هذه الـ NH2 اللي هي الأمين، بالمقابل أنا عندي هنا جلوتاميت اللي هي كانت الـ O minus، لكن نفس ذرات CH2 CH2 C double bond oxygen، هيها CH2 CH2 C double bond oxygen بدل الأمين. تلف بالأمين والأكسجين. بالضبط بدل الأمين عندي هنا أكسجين، إذا كان عندي أكسجين O minus بسميها جلوتاميت، هون بسميها جلوتامين. جلوتامين نفس الفكرة، هون أسبارتيت سميتها هون عندي إيش؟ أسبارتين. هدول الاثنين both of them طالما مشحونين عندي بشحنة سالبة، أو طالما عم بحكي عندي هون الكاربوكسيليك أسيد اللي هي كانت C double bond oxygen O، هدول عندي بيكونوا إيش؟ أسيدك. ننتقل عندي على البيسك، بحكي لي اللايسين الأرجينين عند الهستيدين كلياتهم. اللايسين عندي ماشي بي CH2 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 CH2، بالأخير عندي NH3 وبلس بتكون عندي، هي بطبيعتها لحالها أمين NH2 اكتسبت هيدروجين زيادة فصار شكلها NH3+. الفكرة هذا شكل مين؟ اللايسين. هذا الحفظ، وهذا إيش ماله حكينا؟ بيسك لأنه بيحتوي عندي على الأمين أو لأنه مشحون بشحنة موجبة. طيب نيجي على الأرجينين. الأرجينين بحكي لي 1 2 3 CH2 بعدين عندي NH مرتبطة بكربون، كاربون مرتبطة برابطة ثنائية بـ NH2 وعليها بلس، وكمان عندي هون NH2. فكان شو عم بحكي الأرجين؟ شو ميزته؟ سلسلة فيها 3 نيتروجين، 1 2 3 على شكل مختلف سواء NH أو NH2 أنا عندي هون. الفكرة كان عم بحكي في كاربون هون في الوسط محصورة بثلاثة نيتروجين حواليها، هاي هي ميزة أو الشكل المميز عندي للأرجينين. طالما عندي أمين فهو عندي بيسك، وهي مشحونة عندي بشحنة موجبة فسمى لي أهلي هي أو صنف لي يعني هي electrically charged side chain. نجي على الهستيدين. الهستيدين شكله CH2، بعدين عندي هنا حلقة، هاي الحلقة خماسية فيها عندي 1 2 3 كاربون والاثنين أنا عندي الباقيين نيتروجين، شكل النيتروجين NH NH. طيب لو بدي أكبر الصورة، أنا عندي هنا اسمه هستيدين تمام، هل هو مشحون عندي هنا في الصورة؟ مشحون. كيف مشحون. شكله؟ NH وعليها بلس.
فهو بالتالي electrically charged side chain. هلا رح نشوف الهيستيدين في عندي ميزه، مرات بيكون انا عندي موجود بشكل اللي هو غير مشحون، لكن السل انا بصنفه انه هو electrically charged side chain. هاي فقط ميزه للهيستيدين انه ممكن عندي يتواجد بالشكلين، هلا بنشوف هلا قدام. لكن in general في هذا السلايد عم بشمل لي كل الامينو اسيد اللي احنا لازم نكون عارفينها، اللي هي عندي بتتصنف اما نون بولر او بولر او الكتريكالي تشارج، سواء كانت اسيدك مشحونه بشحنه سالبه او بيزك مشحونه بشحنه موجبه. الفكره انه هذول كلياتهم هم عباره عن الاحماض الامينيه الاساسيه اللي عندي. طيب شو بتختلف حكينا بالسايد تشين اللي عندي؟ لو بتلاحظوا الاساس كربون هيدروجين امين وكربوكسيل كلياتهم ثابتين من لما بلشنا لحد اخر شيء لما خلصنا. ايش اللي بيختلف عندي؟ حكينا السايد تشين اللي هي الاري جروب اللي بتعطيني خصائص مميزه لهذا الاحماض الامينيه. طيب فلحد هلا يا جماعه هذا السلايد حفظ اساسي، هلا رح نمشي عليهم مره ثانيه بصنف لي اياهم اللي هو حسب خصائص معينه، رح نمشي عليهم خطوه بخطوه بتصير الامور اوضح. طيب اول مجموعه من الامينو اسيد بحكي لي اللي هي نون بولر، اضاف لي لها صفه ثانيه بسميها اللي هي الفتك. طيب نشرحها اساسي، الفاتيك واروماتيك. شو حكيت لكم انا لما حكينا عن حلقه البنزين؟ قلت لكم اسمها اروماتيه اللي هي اروماتيك. طيب ايش هي الاروماتي لما احكي لي هو شو يعني اروماتيك ككلمه؟ معناها شيء عطري، يعني الماده انا عندي بيكون لها رائحه فواحه متطايره. يعني شفتوا الزيوت اللي بتكون عندي متطايره اللي هي مباشره ريحتها عندي بتصير او بتحطها في مكان بتطاير انا عندي في الغرفه بتعطيني اللي هي ريحه فواحه. هاي الريحه بنسميها اللي هي او هذه الخاصيه بنصنفها للمركبات اللي بتكون اروماتيك. وجدوا إنه المادة اللي بتعطي هذه اللي هي الرائحة الفواحة بيكون إلها في تركيبتها هذه الإيش؟ الحلقات. مثل مثلا أشهر إشي حكينا هاي اسم الحلقة حلقة البنزين. لا لما تروح على محطة بنزين مباشرة أول إشي حتى لو السيارة كانت مسكرة بتشم ريحة البنزين ولا ما بنشمها؟ بلى بنشمها. ليش؟ ريحة اللي هو البنزين أنا عندي فواحة، خصائصه وتركيبته الكيميائية بيحتوي عندي على هذه الحلقات. هاي معنى كلمة أروماتيك. اللي بيهمني أنا عندي في الجانب الكيميائي عندي هون إنه لما أحكي أروماتيك معناته عندي حلقة فيها روابط ثنائية وأحادية متبادلة. يعني واحدة الثنائية اللي جنبها رح تكون أحادية، بعدين ثنائية أحادية ثنائية أحادية. لما ما يكون عندي هذه الحلقة بهذا الشكل وتكون السلسلة عندي هيك مفتوحة بيعطيني إلها خاصية وبسمي لي إياها يعني هي بتكون أليفاتيك اللي هي أليفاتية. شو يعني أليفاتك في الكيمياء؟ يعني السلسلة أنا عندي إيش؟ مفتوحة، ما عندي حلقة مسكرة وبتكون عندي بتحتوي على روابط ثنائية وأحادية متبادلة عندي بالترتيب. فها هي الفرق بين أليفاتك وبين أروماتك. هاي يا جماعة مصطلحات مهمة تكونوا عارفينها. طيب نمشي هلا خاصية واحدة واحدة على أول مجموعة صنف لي إياها اللي هي نون بولر أند أليفاتك. طيب الجلايسين أوريدي شفناه هون، إحنا هلا هون بهدول الأحماض الأمينية عندي هون رح يدخل ليهم كلياتهم ويشيل منهم الفينيلألانين والتريبتوفان. ليش؟ لأنه في التصنيف هون قال لي إنها نون بولر وإنها إيش؟ أليفاتيك. طالما أنا عندي هون الفينيلألانين والتريبتوفان أروماتيك فأكيد رح يشيل ياهم من هذا التصنيف. إذا التصنيف الأول نون بولر أليفاتيك، واحد جلايسين ألانين برولين، وقلت لكم هاي خاصية للبرولين إنه الآر جروب عندي هي بالحقيقة سلسلة مفتوحة تعمل هذا الرابطة لكنها رابطة مؤقتة، يعني أنا ما بقدر أحكي إنه هاي الحلقة ثابتة. أوريدي حتى لو كون البرولين عندي حلقة هي مو حلقة أروماتية، ما عندي رابط ثنائية وأحادية بالتبادل، فالبرولين هو نون بولر وهو إيش ماله؟ أليفاتك. ما حدا يخربط يشوف الحلقة يحكي هذا أروماتيك، لا، فأليفاتك. كمان فالين، لوسين، أيزولوسين، والميثونين أنا عندي هون، فصفى كم واحد عندي هون؟ ستة. أكثر، سبعة يا جماعة. طب فنان بولر أليفاتيك آر جروب عندي هدول اللي هي مجموعات اللي هون. طب جلايسين، ألانين، بالين، لوسين، أيزولوسين، برولين، والميثيونين أنا عندي هدول، إذا هما نان بولر وأليفاتيك. نرجع المجموعة اللي بعدها الأمينو أسيد، إذا بصنفها إن هي بولر وإيش مالها؟ أنشارجد. تشارجد يعني مشحونة، أنشارجد يعني غير مشحونة. اوريدي احنا ذكرناهم هدول اللي هم حكينا عن السيرين، ثريونين، سيستين، اسبارجين، والجلوتامين اللي هم مالهم اروماتيك. هدول البولر اللي هم كلياتهم اللي ذكرناهم هون، لكن شال منهم بينهم مين شال؟
شال التايروسين اللي تمام هو عم بصنف لي اياها بولر اند اللي هو انشارجد مش مشحون، اللي هي السيرين ثريونين سيستين الاسبارجين اند اللي هو الجلوتامين. فهو عباره عن بولر قطبي لكنها غير مشحون. الار جروب انا عندي ما فيها شحنات حاليا، هيك ماشيين. اول واحده كانت بولر واضاف لها خاصيه اللي هي الفتك، الثاني كانت عندي عفوا كانت نون بولر والفتك، الثاني كانت عندي بولر وانشارد. نمشي على التصنيف الثالث اللي هو اسهل شيء، بصنف لي اياها اللي هي الاروماتيك ار جروب اللي هما بس ثلاثة. عندي ثلاث احماض امينيه فيها حلقات البنزين اللي هما الفينيل الانين التايروسين والتريبتوفان. طيب حسب التصنيف اللي شفناه في السلايد الاول اللي هو اول واحد الاساسي اللي جامع لكل الاحماض الامينيه، الفينيل الانين كان بولر ولا نون بولر؟ بولر. الفينيل الانين ال كان، نرجع على السادات، نون بولر. كان نون بولر اللي هو هون. تمام تمام والتريبتوفان ايش ماله كمان؟ نون بولر. تايروسين بولر بولر. شو الفرق بينهم حكينا؟ هدول ما عليهم اللي هو او اتش، لكن التايروسين عليه ايش؟ او اتش على الطرف، فهو عشان هيك بولر. فنشوف التصنيف انا عندي هون اروماتيك، هو صنف ليهم بس اروماتيك. لكن ليه انا بذكر لكم هذا الاشي؟ لانه بالامتحان اذا قلت لكم مين اللي من الاتي هو اروماتيك وبولر راح تختاروا لي مين؟ بس التايروسين، لانه هو الوحيد البولر. فلو هلا بتتابعوا بالسلايد وطابعينهم بامكانكم تكتبوا على التايروسين هو اروماتيك بلس بولر، الفينيل الانين تريبتوفان هم نون بولر. نون بولر شو الشكل انا عندي هون؟ كلياته كربون، واحده نيتروجين ما بتاثر كتير، هذا كلياته اوريدي كربون فهو نون بولر. التايروسين هو الوحيد اللي بيحتوي على او اتش قادر على سحب الكثافه الالكترونيه باتجاهها فهو بولر. لكن شو الخاصيه المشتركه بينهم الاساسيه؟ هم ايش أروماتيك. مالهم؟ اروماتيك. يعني عندي حلقه بنزين لو بتلاحظوا اللي هي رابطه ثنائيه بعدين احاديه ثنائيه تمام. احاديه ثنائيه احاديه بالترتيب التبادل عندي بينهم. طيب اخر تصنيف انا عندي اللي هو تشارج المشحونين اللي اوريدي ذكرناهم كمان في السلايد الاساسي، بصنف لي اياهم البوزيتيفلي تشارج لحال والنيجاتيفلي تشارج لحال. حكينا البوزيتيفلي تشارج بعتبرهم بيسك ولا اسيدك؟ اللي فيهم امين أسدك نرجع على السلايد نشوف، حكينا اللي فيهم امين بعتبرهم بيسك. بيسك كمان حسب اللي هو ايش التعريف الاول لما حكينا انا عندي انه الامين جروب هذه اللي انا اتشتو هي ايش مالها صفتها؟ بيسك. بيسك اللي هي اسيدك، فعشان هيك بحكي لي البوزيتيفلي تشارج يعني هي استقبلت كمان عندي ايش؟ هيدروجين، فهي قاعده. الفكره عندي اللايسين الارجينين اند الهستيدين كلياتهم ايش مالهم؟ بوزيتيفلي تشارج امينو اسيد وهم بيسك. نشوف على اللي بعده النيجاتيفلي تشارج اللي هم اسيدك اللي بيحتوي عندي على الكاربوكسيل اللي هي سي او او ماينس سي او او ماينس، كان عندي الاسبارتيت اند الجلوتاميت. شو الفرق بينهم كان؟ الجلوتاميت بيحتوي على درجة كربون زيادة هون. طيب هل فعلا أنا شايفة إشارة سالبة عندي ولا مو شايفة؟ شايفة، فهو نيجاتيفلي تشارج. أرجع على البوزيتيفلي، عندي هون شحنة موجبة، عندي هون كمان في الأرجينين شحنة موجبة. نيجي على الهستيدين اللي قلت لكم له خاصية مميزة، هون في عندي شحنة موجبة في الموضوع؟ لا مو شايفتها. لكن هذا الإشي لا يمنع، بحكي لي إنه الهستيدين في داخل جسم الإنسان إذا ارتبط هون بهيدروجين رح يكون على شكل NH، وهون عندي بلس زيادة فبيكون عندي مشحون بشحنة موجبة، فهو اوريدي بصنفه انه positively charged. لكن ممكن يتواجد عندي بالشكلين، الشكل اللي غير مشحون والشكل المشحون اللي شفناه عندي كمان في السلايد الأساسي. فيا جماعة إذا بالامتحان هيها هون كانت الشحنة، إذا بالامتحان جبت لكم الهستيدين هو positively charged أمينو أسيد، صح ولا خطأ؟ صح. حتى لو جبت لكم هذا الشكل، يعني لو جبت لكم امتحان هذا الشكل وكتبت لكم تحته هذا هو الهيستيدين، هل هو بوزيتيفلي تشارج امينو اسيد صح ولا خطا؟ رح تحكوا لي صح، حتى لو ما كان بيحتوي عندي على هذه الشحنه لانها خاصيه مميزه لإله. نرجع للخاصيه المميزه عندي كانت البرولين، لو قلت لكم البرولين هو الفتك امينو اسيد صح ولا خطا؟ صح. حتى لو انا رسمته بشكل الحلقي، لانه حكينا كمان له خاصيه مميزه انه هو الار جروب هي اساسا بس هدول الثلاث ذرات CH2 CH2 CH2. ارتباطها مع الناتجين هاي الأساسية لا يعني إنه هو كون رابطة دائمة هون، فهذه الرابطة عندي مؤقتة متغير. يعني متغير بيكون بالضبط. فالبرولين أنا عندي هو ألفتك حتى لو كان عندي بالشكل الحلقي هذا. فهاي يا جماعة رجعت لكم بس الأشياء اللي هي إيش؟
المميزة فعلا، إنه أنا مثلا هذا على حلقي لكنه ألفتك. الهستيدين ما بيحتوي مرات على شكل اللي هي الإشارة الموجبة تكون قدامي لكنه هو positively charged. التايروسين هو الوحيد أروماتيك وبولر. الفينيلألانين والتريبتوفان هم نون بولر لكنهم أروماتيك. يعني الأشياء اللي خلينا نحكي إيش المميزة اللي هي مختلفة عن الباقيين، فبالتالي اللي هي مهم نكون عارفينها. في هذا السلايد ردي قلت لكم اللي هي اسم الحمض الأميني اختصار الثلاثي هو اللي بيهمني. الاختصار اللي هو من حرف واحد مش مهم تعرفوه، يعني اللي حابب يطلع عليه بإمكانه يطلع عليه، لكن الشائع أكثر عندي في الحفظ اللي هو، أو الشائع أكثر حتى في الاستخدام، اللي هو بيحتوي عندي على 3 أحرف. فمهم تكونوا عارفين مثلا اختصار الحمض الأميني الألانين اللي هو ألا، لأرجينين ARG عادة بياخذ أول 3 أحرف، لأسبارجين لكن مثلا ما أخذ البي لأنه حكينا عشان بده يبين لي إنه هي بتحتوي على الأمين، فباسمها أسبارجين فأخذ IS أو ASN. الأسبارتيت أخذ الأول 3 أحرف اللي هي ASP، فالفرق بينهم بس حرف عشان أميز هذا الإشي. السستين سستين، جلوتاميك أسيد جلوتاميك لحد هلا أول 3 أحرف. الجلوتامين نفس الإشي رح ياخد الأن ويحطها عشان يحكي لي إنه أنا عندي هون أمين كان. الجلايسين جلاي، هستيدين أول 3 أحرف. ايزولوسين ما رح يكتب لي مصطلح ايزو لانه مصطلح او مقطع ايزو حكينا اللي هو بدليل انه انا عندي حرف ال او الذرات مترتبه عندي على شكل حرف ال، فعشان هيك كتب لي اياها بالرمز اللي هو ايزو اخذ الاي هون، واللوسين ال اي اخذها. اللوسين اخذ اول 3 احرف. لايسين نفس الاشي. الميثونين عادي. الفينيل الانين نفس الفكره اول 3 احرف. برولين. سيرين حتى لا ما في مشكله. ثريونين اول 3 احرف. تريبتوفان ما أخذ اللي هو التراي، أخذ التي آر والبي عشان يدل اللي أنا عم بحكي على تريبتوفان اللي بيحتوي عندي على الحلقات كانت. تايروسين والفالين أول 3 أحرف. فلو بتلاحظ هو بالأول أو القاعدة العامة هو باخذ لي أول 3 أحرف في التسمية، لكن عشان مثلا أميز الأسبارتيت عن الأسبارجين بحط الإن بدل البي. أكيد ما رح أقدر أسمي حمضين أمينيين بنفس اللي هو الاختصار طالما عم بحكي انه هو كل واحد منهم عنده خاصية مختلفة عندي عن الثاني. فالاختصارات مهمة اريد وانتو عم تدرسوا السلايد الاساسي هذا الاول اللي هو هذا بيكون شامل عندي الشكل الاسم والاختصار الثلاثي، يعني هذا هو المهم تكونوا عارفينه يا جماعة. طبعا بالنسبة للخصائص اكيد كمان مهمة لازم تكونوا عارفينها. طب فلحد هلا بنكون حكينا شو هو الحمض الاميني، شو شكله، شو الذرات اللي بتترتب فيه او بتكون موجوده فيه، شو الاشي اللي بيميز الحمض الاميني اول عن الثاني اللي هو الار جروب، وعرفنا ان الحمض الاميني هو عباره عن وحده البناء الاساسيه عندي لمين؟ لا البروتين. طيب اوريدي هاي الاشياء احنا ذكرناها على الرسمه وعرفنا اللي هي الخصائص والشكل او على الرسمات، هلا نشوف اللي هي التعريف عندي مثل اللي هو السلايد عندي هون. طيب فبحكي لي نابولر امينو اسيد اللي هي الغير قطبيه، بحكي لي هي عباره عن امينو اسيد that have no polarity ما عندها خاصية القطبية، وعرفنا لحد هلا شو يعني قطبي وغير قطبي. That is because these amino acids have equal number of carboxylic acid group and amine group. بحكي لي لما أحكي عن إشي non polar غير قطبي حكينا توزيع الكثافة الإلكترونية متساوي، بحكي لي هذه الأحماض الأمينية اللي هي non polar عدد ذرات الكربوكسيل أسيد والأمين جروب بتكون متساوية. فاللي بيكون عنده شحنات سالبة في الكربوكسيل وشحنات موجبة في الأمين التنتين بيلغوا بعض، فستيل بصف الاثنين عندي نامبولر. نرجع على رسمة من الرسمات على أساس نتأكد من هذا الإشي. نيجي على نانبولر أمينو أسيد. نانبولر في هذا اللي هو الحمض الأمين الأول جلايسين، كم عدد ذرة اللي هو الكربوكسيل، كم عندي في التوتال مش بس بالآر جروب، هو بحكي لي إن جنرال واحدة كربوكسيل والتاني مالها أمين، واحدة بتلغي الثانية، فعلى عدد الذرات متساوية، واحد موجب هون والثاني سالب هون، فواحد واحد. نفس الإشي الألانين، نفس الإشي البرولين، واحد واحد. الفالين، ميثونين، أيزولوسين واللوسين. هل في السايد تشين عندي كاربوكسل أو عندي أمين؟ لا لا، عشان هيك بحكي لي هو نون بولر بكل المركب الكامل ان جنرال عدد الذرات اللي هو الكربوكسل وعدد الذرات اللي هي الامين متساويين، فالها ايكوال نمبر، ايكوال يعني متساوي. طيب بحكي لي this make these non polar amino acids to have a neutral charge، بتكون هذه الشحنات عليها
نيوترال يعني متعادلة، يعني واحدة موجب والتانية سالب بيلغوا بعض، المحصلة عندي صفر، ما عندي إشارة موجبة طاغية على كل المركب ولا إشارة سالبة، واحدة بتلغي التانية. بحكي لي عشان هيك هو نون بولر، ف they have no charge on R group. هاي ميزة النون بولر، ما بيحتوي على اللي هي شحنات في داخل السايد تشين في داخل الآر جروب، اللي كانت زي ما حكينا الملونة، أنا عندي لون معين اللي هي بتعطيني الخصائص المختلفة من حمض الأمين الأول عن الثاني، ما عندي أي شحنات عليهم، وهذا الإشي شفناه قبل شوي في السلايد. فالنون بولر أمينو أسيد هي اللي ما بتحتوي على البولاريتي، عدد ذرات الكاربوكسيل والأمين متساوية، ما عندي شحنة على الآر جروب أو السايد تشين. ننتقل عندي على البولر أمينو أسيد، بحكي لي هي عبارة عن أمينو أسيد that have polarity، هي عكس النون بولر، هاي ما فيها polarity، ما فيها قطبية، البولر فيها polarity القطبية. شو يعني polar أمينو أسيد؟ بحكي لي polar أمينو أسيد عندي ممكن يحتوي عندي على ثلاث أشكال أو three type، أنا عندي اللي هو ثلاث أنواع. النوع الأول يكون عندي neutral أمينو أسيد، يكون أنا عندي متعادل في الشحنة. النوع الثاني ممكن يكون positively charged، والنوع الثالث negatively charged. يعني neutral polar amino acid have no charge on the R group side chain. لما نحكي neutral متعادل يعني ما بيحتوي على شحنات في ال R group، لكن أي واحد positive charge أو negatively charge amino acid هو إيش ماله؟ polar. يعني نرجع للسايد هذا الأساسي، لما صنف لي البولر سايد تشين هما كلاتهم بولر، هل في عليهم شحنات؟ لا ما عليهم، شو أعطيناهم خاصية؟ هم نيوترال صح؟ الإلكتريكالي تشارج سواء سالبة أو موجبة كلاتهم إيش بصنفهم؟ إنهم بولر بالضبط. فهي خاصية نبادر أحكي، كل الإلكتريكالي تشارج هم إيش مالهم؟ بولر. بولر هاي خاصية مميزة. ستيل صنف لي إياهم اللي هو بتصنيفات البوزيتيفلي تشارج لوحدها كلهم بولر، هون النيجاتيفلي تشارج كمان كلاتهم عندي بولر. فالبولر إذا عندي ممكن يكون بثلاث أشكال، إما positively charged, negatively charged أو اللي neutral. طيب تصنيف التالت حكينا على الأروماتيك أمينو أسيد، رمزها AAA اللي هو أول حرف من كل أمينو بالضبط، أول حرف من كل كلمة أروماتيك أمينو أسيد. فلو جبت لكم بالامتحان which of the following is considered as، أي من التالي بعتبره AAA، يعني بتكونوا عارفين الرمز لحالكم إنه هو أروماتيك أمينو أسيد بالضبط، اللي هما كانوا عندي الثلاث، كان عندي التايروسين اللي هو كان بولر، كان عندي الفينيل ألانين، وكان عندي اللي هو التبتوفان اللي هو كان آخر اثنين، هذول ذكرناهم كانوا نون بولر، كلياتهم أروماتيك. فهي عبارة عن أمينو أسيد ذات include يعني بتضمن أو بيحتوي على أروماتيك رينج، على حلقة أروماتية، وعرفنا كيف بيكون عندي شكلها، يعني تحديدا عم بحكي على حلقة البنزين. آخر إشي معنا عم بحكي على التشارج أمينو أسيد بتصنيف لحالهم منفصل عن البولر منها، بحكي اللي هي عبارة عن أمينو أسيد ذات آر يوجوالي، إما بتكون نيجاتيف، نيجاتيف بتكون يعني بوصفها إنها دي بروتونيتد. طيب هلا بنشوف شو يعني مصطلح دي بروتونيتد، بتكون عندي نيجاتيفلي تشارج آت إيش؟ آت الفسيولوجيكال بي إتش. شو المقصود في الفسيولوجيكال بي إتش؟ المقصود فيها اللي هي مقياس الحموضة بالضبط يا مربت، لكنها وين؟ في داخل جسم الإنسان، عشان هيك بحكي لي فسيولوجيكال. طب فيسيولوجيكال بي اتش قديش البي اتش عندي؟ مين المتذكر في ال لما حكينا في الاناتومي البي اتش في داخل جسم الانسان تحديدا بحكي في الدم، كم البي اتش تبعت الدم بتكون؟ 7.4 صح؟ طب 7.4 ثابتة، هل ممكن الاقي الدم فجأة صار عندي 8 واعتبر انه هاي حالة طبيعية؟ اكيد لا، بي اتش اوف ذا بلاد لازم تكون عندي 7.4. طيب بحكي لي في داخل جسم الانسان لما يكون الحمض الأميني على درجة الـ PHI، يكون هذا الحمض الأميني بيحتوي على شحنة سالبة بيكون اسمه deprotonated، أو إذا كان بيحتوي عندي على شحنة موجبة في داخل هذا الـ pH بسميه protonated. شو يعني protonated deprotonated؟ جاي المصطلح اللي هو البروتون، اللي هو حكينا شو الذرة اللي عندي بسميها as a proton، كانت أي ذرة؟ الهيدروجين. ذكر لما قلت لكم الهيدروجين ما بيحتوي عندي على مدارات فيها الكترون، سو بسمين هو بروتون، ذكرناها في ذات المحاضره كمان. طيب حكيت لكم الحمض شو بيعمل؟ بيعطي هيدروجين ولا بياخذ؟ بيعطي صح؟ لما يعطي بيفقد هيدروجين صح؟ فمعناته شو الاشاره اللي راح تكون عليه، سالبه ولا موجبه؟ سالبه.
هو أعطى الهيدروجين اللي هي بطبيعتها إشارة تمويل الخسر اي نعم بالضبط، طالما سالب. أعطيت الهيدروجين صارت عندي إشارة سالبة، خلاص أنا طلعتها من عندي، فصلت عني، كسرت الرابطة وأعطيتها، خليتها حرة، صارت عندي إشارتي سالبة. لما أنا كقاعدة الطرف المقابل عندي قاعدة استقبلت هذا الهيدروجين، فرح تكون معها رابطة استقبلت إشارة إيش؟ موجب موجب زيادة، فلازم أحط عليها إشارة إيش؟ بوزيتيف. موجب طيب فشو بيحكي لي؟ لما يكون الحمض الأميني عليه إشارة سالبة معناته هو فقد هيدروجين، فشو بيسمي هيدروجين لي إياه؟ تمام دي دي بروتينيتد. بروتينيتي شو يعني دي؟ هو مقطع بوصف إنه أنا عملت إزالة لشيء معين، فإتس دي خسر بروتينيتد من البروتون، فهو خسر بروتون فصار اسمه العملية صارت عليها اللي هي دي بروتينيتد، تمام أزلت بروتون منه فاسمها دي بروتينيتد، فحطيت الإشارة نيجاتيف، فهو إيش بيكون عندي؟ أسيدك. بالمقابل البوزيتيفلي تشارج هو بروتونيتد لأنه استقبل بروتون، استقبل عندي الهيدروجين فصار عليه إشارة بيس موجبة، فصار اسمه اللي هو بوزيتيف أند بيسك. فهي الفكرة إنه يعطيني هنا مصطلح دي تاني شو بروتين بروتونيتد أو دي بروتونيتد. طيب إذا في هذا السلايد بيهمنا نكون عارفين شو يعني نون بولر كخصائص أنا عندي مكتوبة في السلايد كتعاريف، شو يعني بولر، كم شكل أنا عندي للبولر، كان عندي 3 تايب اللي أروماتيك ورمزه، واللي تشارجد أمينو أسيد اللي هو كانت عندي إما بوزيتيفلي تشارج أو نيجاتيفلي تشارج. أوريدي طبعا هاي الأشكال شفناها في الاستعدادات هيك وصنفناها وعرفنا أي الأحماض الأمينية حسب الأسماء وحسب الأشكال، منها نيجاتيفلي تشارج، بوزيتيفلي تشارج، أروماتيك، نان بولر أو بولر إلى آخره. طيب يا جماعة إحنا رح يصفي عنا محور بنسميه اللي هو وعنوان اللي هو الكايراليتي، وفي عندي كمان اللي هو الأنفوتريك كومباوند والأيزوإلكتريك عندي باوند أو بوينت عفوا، وكان عندي اللي هو هذا المخطط. لكن الكايراليتي كخاصية عشان نفهمها بتحتاج لوقت، وبتوقع لليوم بكفينا معلومات أخذتوها. خلينا نركز ايه هدول اول فالفكرة اللي حنوقف محاضرتنا لحد هلأ اليوم إن شاء الله بهمني، لكن قبل ما بيجي الأسبوع الجاي يا جماعة لو ساعة واحدة تقرأوا شو هي الأشياء اللي ذكرناها مرة تانية، تقرأوها لحالكم اللي هي شو الأحماض الأمينية معناها كيف شكلها إلى آخره، تركزوا عليها على أساس هذا الأساس وعم ببني عليه لقدام. يعني لما أكمل بعدين في محاضرة اللي هي البيبتاد ومحاضرة البروتين اللي ما كان عارف أو ما حفظ هاي الأشياء الأساسية في الأحماض قدروا الأمينية رح يلاقي الصعوبة. فيا جماعة هذا إشي أساسي، حاولوا ادرسوا أول بأول، مادة البيوكيمستري بتحتاج إنكم تدرسوا أول بأول، لو ساعة واحدة قراءة بكفي قبل المحاضرة الجاي، على أساس لما نبني معلومات جديدة تكون الأساسيات عندكم شوي اللي هي ترسخت. أريد إحنا إن شاء الله في بداية المحاضرة الجاي بنعمل ريفيجن سريع على اللي أخذناه اليوم، بعدين بنكمل على اللي هي الكايرلتي والأيزوإلكتريك بوينت إن شاء الله. طيب فلحد هلا بإذن بإمكاننا ننهي المحاضرة، لكن حدا عنده أي سؤال قبل ما ننهي يا جماعة؟ لا ما في شيء طيب أوكي معناته يعطيكم العافية يا جماعة، نلتقي على خير إن شاء الله الأسبوع الجاي، الله معاكم. شكرا دكتور